أصدقائي الأحباء الأعزاء المقربين المتابعين، عايزين نشوف مع بعض النهاردة فيلم من الأفلام اللي حصلت على الأوسكار. The winner is Miloš Forman. إحنا هنشوف النهاردة فيلم في سلسلة أفلام الشر اللي الحقيقة بتعجب إزاي ممكن تحصل على الأوسكار. الفيلم اللي النهاردة هنشوفه ده خد أكتر من أوسكار، مش أوسكار واحد، فيلم الأصل إنه فيلم شر، الأصل إن فيه حالة رعب نفسية بتمر بيها الشخصيات اللي بتلعب الأدوار الرئيسية في الفيلم. بس اللي خدت أوسكار وما كانش متوقع أبداً إنها تاخد أوسكار هي شخصية الممرضة. هنشوف مع بعض حكاية الممرضة دي إيه، وأرجو وانتوا بتشوفوا الحكاية تنتبهوا لنوع أداء هذه الممثلة ليويس. شوفوا ليويس دي عملت دور الممرضة إزاي. I want an answer to my question. قبل ما نروح لويس عايزين نعرف حكاية الفيلم بسرعة، نعرف مقدمة عنه. الفيلم ده هو فيلم طار فوق عش الوقواق. طار فوق عش الوقواق فيلم أمريكي اتعمل عن مستشفى الأمراض النفسية. مين اللي طار فوق عش الوقواق؟ هو ده اللي هنشوفه في بداية الفيلم. الفيلم أول لقطات بنشوفها بنشوف لقطة لعربية جاية في وقت الفجر بتقرب من مبنى مش عارفين إيه هو المبنى، وبعدين الكاميرا بتنتقل جوه ونشوف الكاميرا في حركة بان، بنشوف واحد كبير نايم على السرير، وهو نايم على السرير الكاميرا برضو بتستمر في الحركة فتروح لواحد تاني نايم، فنفهم ان احنا في مستشفى بس ما نعرفش مستشفى ايه. بعد كام لقطة كده في اول سيكونس في الفصل الاول من الفيلم بنعرف ان دي مستشفى مجاذيب مجانين او مستشفى امراض نفسيين. لكن في مشهد مهم جدا في اول فصل، هو ده المشهد اللي بيغير مسار الفيلم وبيغير مسار المستشفى. المستشفى دي موجود فيها مجموعة من مرضى النفسيين، وفيه مدير للمستشفى هو دكتور نفسي، وفيه مجموعة من الاطباء النفسيين. لكن الشخصية المهمة اللي بتدور حولها الأحداث وهي موجودة وما انت شايفها وهي موجودة ومش حاضرة في كل مشهد هي شخصية الممرضة. شخصية الممرضة ريتشين اللي قامت بدورها لويس فيلتشر. الشخصية دي هي شخصية مركبة معقدة، لكن مش ظاهر فيها أبدا هذه العقد، مش باين أبدا أنها شخصية مركبة، مش ظاهر أبدا أنها شخصية متسلطة. هادئة، عينيها لا تعبر عن شيء، إذا ابتسمت ابتسامة محدودة فأنت ما تقدرش تكتشف ولا تعرف. أنا الحقيقة ركزت كتير جدا في الشخصية دي عشان أفهم هي خدت أوسكار ليه، وبعد ما شفت الفيلم لقيت إن اللي يستحق الأوسكار هو البطل الرئيسي مش هي. لكن لما قربت من الشخصية وفهمت، الفيلم ده اتعمل سنة 1975، وفي هذا الوقت كانت المستشفيات في العالم كله وفي أمريكا، المستشفيات النفسية أو مستشفيات المجاذيب أو المجانين، ما كانش حد يعرف عنها حاجة، وكانت مقفول عليها، وكان ممكن يحصل فيها قتل وتجارب ومحدش يعرف إيه اللي بيحصل جوه. لكن الفيلم ده وشخصية الممرضة دي تحديدا خلت أمريكا وخلت العالم كله يبص لمستشفيات الأمراض النفسية. هذه الشخصية، شخصية الممرضة ريتشل اللي قامت بدورها لويس فيلتشر، خلت الناس تعرف ان ممكن جدا يكون الأطباء وتكون الممرضات شريرات جدا في مستشفيات الطب النفسي. لذلك بعد ما تعرض الفيلم أصبحت هذه الشخصية أيقونة ثقافية، أيقونة في أمريكا وفي العالم كله، لأنها حركت العالم في اتجاه إنقاذ المرضى النفسيين في المستشفيات. ده كان السبب الرئيسي. لكن هي خدت الأوسكار مش عشان السبب ده، هي خدت الأوسكار عشان الأداء،
عملت دور شرير مكتوم مش ظاهر ابدا. المرضى النفسيين من غير ما يظهر ابدا عليها انها بتعذبهم، كانت بتسيطر عليهم من غير ما يظهر ابدا انها بتسيطر عليهم، وكانت بتعمل جلسة علمية طبية كل يوم، بتعمل جلسة وبيناقشوا سبب من اسباب دخول واحد من هؤلاء المرضى الى المستشفى، ويناقشوا الموضوع. موضوع علمي على فكرة ومعمول بيه ومعروف حتى اليوم موجود، يعني اذا حصل ده بيحصل نوع من التفريغ والشحنة الشريرة او شحنة الالم او شحنة الامراض النفسية المكبوتة، بتخرج اثناء الافصاح عن هذا الالم اللي بيدور في نفس المريض. يعني هي بتقوم بدور علمي، لكن كانت بتستخدم ده عشان تضغط نفسيا على المرضى، وعشان تذكرهم باستمرار هم موجودين ليه، وعشان كل ما يحاولوا يبعدوا عن مشكلتهم ترجعهم ليها تاني، من غير ما تقول انها بترجع، من غير ما حد يقدر يمسك عليها حاجة، من غير ما في مدير مستشفى ولا طبيب ولا دكتور يعرف انها بتعمل حاجة غلط، لانها بتقوم بدورها العلمي الصحيح. اذا كانت شخصية مركبة، وكان نبوغها وعبقريتها اولا ان الفيلم اتعمل 1975، يعني مبكر جدا. ثانيا كان قدرتها الهائلة على الشر المكبوت والمكتوم هو اللي خلى النقاد وخلى الذين قيموا الفيلم في الاوسكار سنة 1975 يدوها جائزة الاوسكار عن افضل ممثلة رئيسية في فيلم شرير. The winner is Louise Fletcher. فما كانتش معروفة أبدا قبل الفيلم اللي عملته ده طار فوق عش الوقواط. One Flew the Cuckoo's Nest. اللي حصل إن بعد الفيلم ده ما قدرتش تعمل أي حاجة تانية غيره. مثلت تاني شوية وعملت شوية أفلام، لكن الحقيقة لم تحصل على أي شيء مميز. هتشوف الفيلم وهتعرف إن الست دي كل اللي عملته في المستشفى هينقلب، بل أن هناك شخصية سوف تأتي وهتكون شخصية ضدها من غير برضو ما تكون ضدها. الشخصية دي هي شخصية الممثل أو الشخصية الرئيسية اللي قام بدورها اللي احنا شايفينه دلوقتي، الممثل جاك نيكلسون، الممثل والمنتج والمخرج وكاتب السيناريو الامريكي الشهير جدا نيكلسون، اللي زي ما قلنا ترشح 13 مرة عشان ياخد الاوسكار، خد بالفعل 7 جوائز جولدن جلوب، وخد 3 جوائز اوسكار، وخد تكريم من مركز كينيدي. جاك نيكلسون ده بيقولوا عليه انه واحد من 2 ممثلين عبر تاريخ السينما كانوا بياخدوا اوسكار او يترشحوا للاوسكار في بداية كل عقد من الستينات حتى الـ2000. التاني كان مايكل كين. جاك نيكلسون and one flew over the cuckoo's nest. نيكلسون ده له حكاية عجيبة جدا. نيكلسون هو المفروض انه ربته جدته، وهو ما كانش يعرف انها جدته، كان فاهم انها امه، وامه كان فاهم انها اخته الكبيرة. عاش على هذا الموضوع لغاية سنة 1975، ما كانش يعرف الحقيقة الغريبة دي. لكن كان في صحفي بيبحث عن ملف تعريفي له عشان يعمل عنه حاجة، وعرف برضو الحقيقة الغريبة جدا ان امه هي اخته، او امه مش جدته ما هياش امه، وان اخته هي امه الحقيقية. فلما عرف الحكاية دي كان مستغرب وما قدرش ابدا يغير احساسه تجاه اخته انها امه، لا فضل يتعامل معها انها اخته، وبرضه جدته فضل يتعامل معها انها امه. الممثل جاك نيكلسون لما شفناه للوهلة الاولى في اول مشهد، شفنا واحد واضح جدا انه جاي من سجن، مربوط بالحاجات اللي بتربطوا بيها دول المساجين، ومربوط مش عارف من رجله، وجاي 2 عساكر ولا ضباط ماسكينه وبيسلموا لي المستشفى دي. ايه ده، هو سجين ولا هو مجنون؟ بنكتشف بعد وقت قليل جدا انه جاي من مستشفى لانه مشاغب، ولانه كثير المشاكل، ولانهم مش عارفين يسيطروا عليه في السجن، فبعتين المستشفى يكشفوا عليه ويعرفوا هل هو مجنون ولا هو بيدعي الجنان. المهم انه بيدخل عشان يتكشف عليه، وهو عايز يدخل المستشفى
لأنها أرحم بالنسبة له طبعا من السجن. ويدخل وبيغير الأحداث كلها، وبتفاجأ هذه الممرضة إن في شخصية مضادة موجودة قدامها. شخصية دي خفيفة الظل، فدمه خفيف جدا، ثم شخصية مرنة جدا وهي شخصية غير مرنة مطلقا، وبعدين شخصيته شخصية مسيطرة وهي شخصيتها مسيطرة. مين هيتغلب على مين؟ الصراع الدرامي كان هنا، مين اللي هيتفوق على التاني؟ هل الممرضة اللي ماسكة المستشفى بإيد من حديد، واللي لما حد بيعمل حاجة بتاخده مباشرة عشان يتعاقب بأنه ياخد جلسة كهربا في المخ، ولا السجين اللي جاي واللي كانوا المساجين واللي سجنين والعساكر والضباط مش قادرين عليه؟ ده اللي هنشوفه، وهنشوف ازاي قدر يتغلغل في قلوب وفي عقول المرضى. بعد اول لقطات هنعرف انه حد صعب جدا، رغم انه سهل ومبتسم ولطيف وبيقول انا مش ناوي اعمل اي مشكلة. اول حاجة بيعملها انه بيفرض سيطرته وبيطير فوق عش الوقواق، فهو بيطير بيسيطر على العقول ويسيطر على النفوس. قرب من كل واحد وزرع في نفسه حب لي بل واحتياج لي. بعد شوية بنفاجأ ان اغلب المرضى، لا ده كل المرضى اصبحوا مرتبطين بي. وفي المقابل الممرضة دي حست ان فيه بينها وبينه طار صراع لازم تاخد حقها منه، حتى لما بيعرض مرة تانية على المجلس الطبي النفسي عشان يقولوا هو يخرج يروح يروح السجن ولا نخليه في المستشفى، وبيبقى رأيهم انه يروح السجن، فهي بتقول ان الكلام ده ما ينفعش، ده المفروض يفضل عندنا عشان هو فعلا مريض واحنا لازم نعالجه، ومش معقول نرمي مشاكلنا على الآخرين. يا سلام عليكي وعلى الإنسانية وعلى اللطف بتاعك. شخصية هتحبها وتخاف منها، وفي النهاية هتكرهها، لأنك هتكتشف أنها كانت طول الوقت بتشتغل لصالح مرضها النفسي اللي هو السيطرة على المساجين. الفيلم فيه شخصية ثالثة اللي هي شخصية الزعيم الهندي. الزعيم الهندي ده اللي هو ويل سيمبسون. الراجل ده طول الفيلم انت شايفه ساكت وصامت وما بيتكلمش. الحكاية البسيطة قوي اللي بتتقال عليه انه اطرش اصم وانه اخرس ما بيتكلمش، فولا هو سامع ولا هو بيتكلم. بس احنا هنفاجأ بامر عجيب جدا، ان الراجل المسجون اللي جاء اللي عرف يكتشف في نفس كل واحد حاجة مستخبية، واللي قدر يعالج المرضى النفسيين واللي عندهم مشاكل نفسية ومشاكل في العقل، عالجهم تقريبا كلهم، عمل معاهم اللي كل الأطباء ما عرفوش يعملوه، عمل معاهم اللي طول الوقت كانت بتهدم فيه الممرضة اللي قامت لويزا بدورها، هو قدر بسرعة شديدة جدا يعالج هؤلاء المرضى أو يخليهم قربوا أو من العلاج. واحد منهم هو الزعيم الهندي. الزعيم الهندي الطويل قوي ده ما شاء الله، اللي يعني كان صامت وساكت ومخيف وهو ساكت، لكنه مش بيأذي حد. اكتشف حاجة عجيبة جدا، خد بالك من شخصية الزعيم الهندي في الفيلم ده، لأنها شخصية مهمة قوي ورئيسية جدا. الشخصية دي هي اللي هتفك عقدة الفيلم. حضراتكم شوفوا هذه الشخصية وتابعوه. الممثل الأمريكي ده اللي من أصل أمريكي، يعني من الهنود الحمر، الحقيقة الرجل الطيب الكبير ده في نهاية عمره جاله مرض وكان لازم يعمل عملية، ودخل بالفعل يعمل عملية يستبدل القلب والرئة، وسبحان الله حصل له مضاعفات وحصل له فشل كلوي وسوء تغذية أثناء الجراحة، وتوفي سنة 1987. الفيلم ده وانت بتشوفه هتقدر تشوف حال العالم كله. الفيلم بيقول إن العالم كله هو عش الوقواق، إننا كلنا محبوسين في مستشفى أمراض نفسية وعقلية، إن كل إنسان موجود في أي بلد من بلاد الدنيا دايما موجود اللي مسيطر عليه،
هتلاحظ برضو اللقطة اللي انت شايفها دلوقتي، الآلة دي خارج منها خراطيم مية، والمية بتخرج باندفاع شديد جدا، يعني دي سلاح بتستخدمه الممرضة والممرضين اللي معاها لضرب وللسيطرة على المجانين او المرضى نفسيا او اللي عندهم امراض عقلية، بتخوفهم وبيخوفوهم بخراطيم المية شديدة الاندفاع دي. هتعرف ان الآلة اللي مستخدمة ضدنا عشان يتم السيطرة علينا، السلاح ده ممكن يكون هو السلاح اللي نتحرر بيه. الفيلم فيه دعوة صريحة جدا للثورة على كل عش وقواق وعلى كل سلطة بتسيطر علينا. الفيلم دعوة للثورة في العالم كله. الفيلم بيديك الحل، بيقول ان كل واحد عايش في بيت في حد مسيطر عليه ومسيطر عليه بالعنف، يقدر يتخلص منه بنفس السلاح اللي بيسيطر بيه، ولو موجود في مؤسسة او في عمل يقدر يتخلص برضه من مدير المؤسسة او المسيطر عليه بنفس السلاح اللي بيستخدمه ضده. وبالتالي لو موجود في دولة ولو في عسكر بيخوفوه بسلاح، يقدر يخوفهم برضه بنفس السلاح اللي بيخوفوه بيه. الفيلم عايز يقول كده. لذلك هتفاجأ في نهاية الفيلم ان السلاح اللي كانوا بيخوفوا به المرضى طول الوقت هو السلاح اللي تحرروا به المرضى. مش عايز احرق احداث الفيلم، لكن الفيلم مهم جدا. الفيلم فيه متعة حقيقية وفيه ألام نفسية حقيقية وفيه شجن وحزن في ختام الفيلم. شوف الفيلم واستمتع بيه، بس خد بالك الفيلم اللي خد أوسكار أحسن فيلم سنة 1975 و76، واللي خد أحسن أوسكار أحسن ممثل وأوسكار أحسن ممثلة وأوسكار أحسن مخرج، مش ممكن يكون فيلم عادي. الفيلم اللي دارت أحداثه كلها داخل مكان مغلق، وهو عبارة عن قطين مش أكتر. فيلم صعب جدا، وزي ما حضرتك شايف كده إن المخرج موجود والكاميرا الكبيرة دي اللي بنسميها البالم، كاميرا السينما اللي المفروض إنها معزولة صوت عشان ما تطلعش صوت تك 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 بتاع شريط الفيلم، يعني الكاميرا دي ضخمة جدا وعشان تتحرك عايزة مساحة، لكن المخرج قدر بعبقريته إنه يوزع الكاميرا وياخد بيها لقطات في المكان الضيق على أحسن ما يكون. Miloš Forman for One Flew Over the Cuckoo's Nest. The winner is Miloš Forman. المفاجئ هنا ان الفيلم من انتاج مين اللي انت شايفه على الشاشة ده؟ مايكل كيرك دوغلاس. فاكرين كيرك دوغلاس الشهير جدا اللي كان عامل لو تفتكروا زمان جدا كان في شنب كده بيبقى نازل، الشنب نازل لغاية هنا وقافل كده، فيقول لك ايه؟ يقول لك ده دي دقن دوغلاس او شنب دوغلاس. ده ابنه، وابنه ده هو كان منتج الفيلم. سبحان الله، من خلف ما مات. الأب كان كيرك دوغلاس، وكان زي ما انتوا عارفينه طبعا وشايفينه اللي عمل سبارتاكوس وعمل حاجات عظيمة جدا، وابنه مايكل كيرك دوغلاس اللي بدأ كمنتج ثم كممثل ثم كمخرج. هذا الابن كان من ذاك الأب. الابن ده حصل على أوسكار أفضل إنتاج، وحصل على أوسكار أكتر من مرة أفضل ممثل، وهذا الابن تفوق على أبيه لأنه عمل أعمال عظيمة جدا في السينما العالمية، وحصل أيضا على النجمة، نجمة المشاهير التي توضع للمشاهير الذين حققوا شهرة عظيمة جدا في شارع المشاهير في هوليوود. إذن إحنا قدام تجربة فريدة اتعملت سنة 1975، حصلت على جوائز أوسكار، غيرت نظم المراقبة داخل المستشفيات التي يكون فيها مرضى نفسيين. شوف فيلم
واستمتع بطار فوق عش الوقواق. وهذا ماجد عبد الله يحييكم.